على المتوجين اعتقد خالد انه ربما كما تحدث قبل لحظات انجاز مستحق للافريقي التونسي. وانجاز مستحق ومنتظر خصوصا بعد يعني اقصاء فريق الاهلي المصري، فالفريق النادي الافريقي التونسي قدم خصوصا اليوم مباراة قوية جدا، قدم لقاء في المستوى، استمتعنا بعرض لكرة اليد، عرض في المستوى العالي، مباراة نهائية عربية منحت الشرف حمل اللقب لفريق النادي الافريقي التونسي بشكل مستحق. تسير دائما كرة اليد التونسية إلى تألقها المعتاد في السنوات الأخيرة وقبلها حتى على مستوى المنتخبات وعلى مستوى أيضا الأندية العربية. لا بأس أيضا أن نتحدث وسيتحدث زميلي صلاح الدين القشيري مع حارس مرمى فريق الكويت الكويتي سامح الهاشمي. عبد الملك صلاح جي حارس مرمى فريق الكويت الكويتي، كنت طرفا مهما بقيادة الفريق للوصول لمباراة النهائية اليوم في مواجهة قوة النادي الافريقي. اعتقد انه يعني الفريق الكويت الكويتي ما لقاش الاسلحة من اجل تحقيق الفوز هذا اللقب. كلمة بخصوص هذه المباراة النهائية صلاح جي. والله الحمد لله، نحب نحيي الفنان النادي الافريقي على هذا الفوز. حصل احنا دخلنا المباراة هذه باش نفوزوا، ما دخلناش باش نشاركوا، الحظ ما حالفناش. نحب عندنا هذو الشبان صغار هذو فريق الكويت الكويتي مازال عندهم دي شونس يزيدوا يربحوا ان شاء الله. النادي الافريقي اسم على ما يسمى، يعني فريق كبير ويستاهل الفوز كما اليوم يستاهل الفوز. دخلوا احنا التركيز شويه كان شويه ما كناش مركزين في بدايه المباراه وفقدنا شويه التركيز. نعم. الحمد لله. نعم. واحد ما خرج باصابات هذاك هو السر بالفعل. نحن بدورنا كنحيوا القيمه ديالك كواحد من ابرز حراس ليس فقط على الصعيدين العربي والافريقي ولكن ايضا على الصعيد العالمي. شكرا لك عبد الشحجي على حضورك معنا. أنا خالد تابعنا عبد الملك الصلاحجي، القيمة الكبيرة في حراس مرمى الكويت الكويتي. نأكد أن الحارس كان له دور كبير جدا في منح أو في إيصال فريق الكويت الكويتي إلى أكثر أهداف حاسمة لصالح فريق الكويت الكويتي، وهو اللاعب المصري أحمد الأحمر، اللاعب المصري الأحمر أحد أبرز اللاعبين على المستوى العربي، إلا ما أقول على المستوى العامي صلاح الدين فأحمد الأحمر، لكن للأسف فريقه هزم في المباراة النهائية، لكن الأداء كان أفضل ربما للأحمر في المباريات قبل المباراة النهائية. أحب أقول ألف مبروك للفريق الأفريقي. يمكن الأداء مش سيء على فكرة زي ما حضرتك بتقول، هو الفكرة إن فريق الكويت الكويتي أعماره صغيرة، أعمار بتتراوح طبعا من مواليد 88 لمواليد 93 و94، قدامهم مستقبل مبهر إن شاء الله، وفريق كبير بيفتقد شوية للخبرة لكن مع الوقت إن شاء الله هتبقى موجودة. وقدوا بطولة كويسة، يمكن الماتش ده زي ما قلت لك هي فقدت الخبرة بس هو اللي أثر، لكن على مدار البطولة قدوا بطولة كويسة. و هارد لك على ماتش النهارده، لكن بجد مبروك على المستوى الطيب اللي قدموه في البطوله. يعني ايضا لنادي الكويت الكويتي على الاداء الجيد الذي قدمته طيله الاشواط البطوله العربيه. تفضل صلاح. طيب احمد الاحمر، كفاءه كبيره، قيمه كبيره، ايضا استمتعنا كثير بالاداءات ديالك القويه. اكيد ان المباراه النهائيه ربما تلعب على تفاصيل بسيطه، الفريق الافريقي ربما كان اكثر تركيز، اكثر حضور، وربما لعب على اخفال نقاط القوه ديال الفريق العربي الكويتي اللي ربما كنت احد المفاتيح ديال الفريق على مدار البطوله. اعتقد انه الانجاز وصول الفريق الكويتي الى النهائي يعتبر انجازا في حد ذاته، لانه الفوز الافريقي هو يعني اعتقد انه تتويج مستحق، وانت تؤكد لنا هذا الامر احمد الاحمر. هو فريق الافريقي طبعا زي ما احنا اتكلمنا، فريق طبعا عنده خبره عاليه، عنده عناصر المفروض بتلعب في المنتخب التونسي وعناصر على خبره عاليه جدا. يمكن ادائهم النهارده كان اداء، هم عليوا من ماتش لماتش، اداء مشرف طبعا واداء جميل للفريق الافريقي، فرقه من اقوى فرق افريقيا، فطبيعي يعني طبيعي النتيجه ان هي كانت تبقى كده. لكن كنا نعمل النهارده ان الفريق الكويتي لو كان فيه شويه خبره وشويه حنكه في اللعب كان ممكن الماتش. طيب كلمه بخصوص المركز الثالث لفريق الاهلي المصري. الفريق الثالث للنادي المصري. نعم. المشكله في مصر زي ما احنا عارفين ان مفيش مشاركات بقى لنا سنتين، حوالي سنتين
لساعة ما حصلت الثورة والناس ما بتلعبش ماتشات كان وضع طبيعي ان النادي الاهلي يخسر، مع ان هو كان قدم مباراه حلوه جدا ويمكن المباراه كانت نفس المستوى مع النادي الافريقي، لكن كان ما كانش في توفيق للنادي الاهلي في اخر الماتش خسر المباراه. لكن هو بالنسبه للاداء والمشاكل الموجوده في مصر فالنادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا. طيب شكرا احمد احمد رمزك معنا، ونتمنى لك مسار موفق في مستقبل مشاركتك الدوليه ان شاء الله. اذا خالد اعتقد تشرفنا بحضور يعني لاعبين كبار، يعني احمد صلاحجي اللاعب احمد الاحمر، ربما نحاول ايضا نستضيفه المدرب سعيد حجازي اللي هو قريب من الان سنحاول. اعتقد خالد عشنا تفاصيل مباراه قويه يعني في هذا النهائي خالد. وطبعا نتوج هذا النقل المباشر والناجح لفعالية البطولة العربية لكرة اليد المنظمة بالمملكة المغربية بمدينة بركان، ومدرب فريق الجزائري سعيد حجازي يلتحق اللحظة ببلاتو قناة الرياضية. مرحبا أولا سيد سعيد، قراءتك ستكون ربما صائبة لما أداه فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية بخصوص أمام النادي الأفريقي. احنا اللي لعبنا مباراة احسن مستوى بس مستوى متوسط، حتى بعد المستوى المفروض كنا نطلعوا بفرق هدفين ثلاث مو اكثر. اظن فرق فن في حراسة المرمى، اظن ولا مانيش غلط يعني هما حراسهم فاتوا 17 تصدي في المباراة، حراسنا نتصور في 7-8 تصديات اكثر شيء. في حراسة المرمى في كرة اليد مهمة، حراسنا ما توفقوش اليوم كثير، نظن هذه اللي فرقت أكثر من الجانب الفني. نظن لقينا حلول في الهجوم، لقينا حلول في الدفاع، بس في كرة اليد لازم الحارس المرمى يكون في المستوى خاصة في النهائيات، ربما حتى على مستوى أداء بالخصوص اللاعب المصري أحمد الأحمر صدم خصيصا للبطولة العربية، ربما أداؤه كان أفضل في المباريات السابقة من دون المباراة النهائية، هل هذا صح؟ ضمن احمد الاحمر ولا تشوف الاهداف ممكن اليوم ما كانش في المستوى، بصح كتشوف المردود العام ضمن لعب مباراه قويه، ولعب لعب الطايره، لعب الوينكات، لعب ربعه كلهم يعني رفقائه لعبهم، ضمن المستوى المردود العام كان جيد، بس ممكن في الفعاليه الفرديه ممكن ما كانش في المستوى، بس اللاعب مو شرط يعني لازم يسجل لك اهداف، ممكن المردود العام يكون زين. نظن احمد الاحمر بالمستوى يعرف نهار ما يكونش متوفق في الشوت كيفاش يلعب رفاقه، نظن هذا اللي سوى اليوم. ربما احنا مرتاحين للمردود تاعو بصفه عامه في البطوله. ما يمكنش نقولوا بانه فريق القراءه ديال الفريق الافريقي التونسي، ربما اللي قبل ما نفيد على يعني الاوراق الرابعه اللي عندكم يعني الفريق الكويتي عند اللاعب محمد الغربالي اللاعب رقم 13، وايضا يعني احمد الاحمر اللي هما الكفاءه المهمه على مستوى التهديف ديال الكويت الكويتي على مدار هذه البطوله، ربما القراءه الدفاعيه ربما ركزت على هذا اللاعبين، ليس كذلك؟ شوف كله ممكن. نعم. ما تقدرش تقول انا ما لعبتش زين والخصم لازم يكون عنده لازم نعطوا له حقه. ممكن هما لعبوا زين بس انا نقول ضيعنا كثير. الفرق بين فريقنا وفريقهم احنا ضيعنا كثير، هما ضيعوا اقل شيء. اذا شكرا لك سعيد حجازي مدرب الفريق الكويتي الكويتي على وجودك معنا، ونتمنى ان تلتحق بيني بالفريق اللي تسلم ميداليه وصفه البطل في هذه البطوله العربيه، ولان لك مسار مع فريق الكويتي الكويتي في هذه البطوله العربيه. شكرا بارك الله فيك. شكرا. اذا ميداليه المركز الثاني تسلم الان للاعبي فريق الكويت الكويتي من طرف يعني الفعاليات الاتحاد العربي وايضا الفعاليات المحليه هنا بمدينه بركان، كل الحضور في المنصه الشرفيه، الكل ينضم من اجل انهاء هذا الحفل العربي الكبير اللي مر في اجواء جميله جدا، الكل تفاعل، الجمهور اتسع خالد الفضاء قاعه سمو الامير ولي العهد بشكل
جميل جدا، وبالتالي سنحاول استضافة واحد من العناصر المهمة في تشكيل فريق الإفريقي التونسي، اللاعب الواعد، اللاعب الكبير، اللاعب المميز، هداف هذه المباراة النهائية، اللاعب أسامة البوغانمي. سجلتي أهداف كثيرة في المباراة وكنت واحد من الأطراف الفاعلة في قيادة الفريق إلى لقب عربي عزيز ربما على الإفريقي، على كرة اليد التونسية ربما في هذه الظرفية بطبيعة الحال. والله الحمد لله الوصول للنهائي في حد ذاته معناها كان بعد خدمة كبيرة. مالجري كان عندنا في الجروب عناصر جدد، عرفنا كيفاش نعملوا الانتجراسيون بيننا بعضنا. اليوم هداف المباراة ما كانش معناها كاكا، بفضل اصحابي ما كنتش نخدم انا باش نجي مع احسن هداف، لكن بفضل اصحابي وبفضل ثقتهم فيا وبفضل معناها كي واحد يتيح في المباراة يهزوه اصحابه، هذه الحاجة اللي تخلي جوار يظهر. فماش جوار في كيب، فما جروب، وهذه الحاجة الباهية في الكيب بتاعنا اللي هو عندنا جروب، وان شاء الله هذا يحل لنا الشيء باش نهزوا القاب في تونس ان شاء الله. طيب على مستوى الدوري التونسي الان اسامه، فربما البدايه لم تكن بالشكل المطلوب بالنسبه لفريق نادي افريقيا على مستوى الدوري المحلي، الاكيد هذا اللقب العربي سيعود في الفريق الى معاوده نفس الكره في العوده بروح جديده. كما كنت اقول اللي راهو بدايه الموسم، خاطر عندنا فريق جديد، عندنا 5 أو 6 عناصر جدد في الفريق، تحب ولا تكره معناها لازم شويه وقت باش تصير الانتجراسيون. الحمد لله الدوله هذه دوله البطوله العربيه معناها كانت لنا احسن تحضير باش نرجعوا لبطوله تونس، والحمد لله التحضير بتاعنا كنا ختمناه بتيتر اللي فرح الجمهور العزيز الغالي اللي جانا هوني، وان شاء الله ربي يوفقنا وفي تونس نزيدوا نخدموا اكثر وان شاء الله تحل لنا شيء التيتريت في تونس ان شاء الله. شكرا عليك. اللاعب المتميز بصفوف فريق النادي الافريقي اسامة بوغانمي، وايضا تعلق بصفوف فريق الكويتي اليوم اللاعب عبد الله خميس، قدم اداء رائع جدا كما قدم نفس الاداء الرائع فريق الكويتي طيله البطوله العربيه. اذا عبد الله الان وصول فريق الكويتي لمباراه النهائيه رغم الهزيمه، فربما يعد انجاز كبير للفريق ولكره اليد الكويتيه بشكل عام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفريق طبعا اعداده لمده شهر، الحمد لله قدمنا اداء جيد بالبطوله كاول مشاركه لفريق الكويتي في البطوله، الحمد لله وصلنا الى النهائي. لكن الفريق الافريقي مثل ما الافريقي التونسي لعب افضل، قدم مستوى افضل، يستاهل المباراه والله الحمد لله. خسر اليوم تربح ان شاء الله بعدين. بالفعل يعني خساره مباراه بقيمه يعني بموجه فريق بقيمه فريق الافريقي التونسي، تعتقد انه يعني خساره بظرف تسجيل مجموعه من الاهداف حوالي 26 هدف سجلوا في مرمى فريق الافريقي التونسي اللي عنده خبره السنوات، خبره المدرسه التونسيه اللي عندها بصمه على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي، فاعتقد انه انجاز ربما يؤشر ربما لانطلاقه مهمه للانديه الكويتيه على المستويين العربي، ربما انتم تستعدون ربما ايضا كاين هناك منافسه على المستوى الاسيوي. اي مثل ما شفت انا مثل ما قلت لك، الفريق فريق شاب، فريق صغير، اعداده لمده شهر مع مدرب جديد كابتن سعيد، كابتن مدرب كبير، يعني ان شاء الله المستقبل قدام، يعني حق المستقبل. احنا هذه كاول مشاركه خارجيه للفريق، فريق شاب، ان شاء الله نقدم افضل في البطولات القادمه. شكرا عبد الله خميس.